معناها الأركان جمع ركن، الركن ما لا تصح العبادة إلا به، ما لا تصح العبادة إلا به، تمام، ويكون داخلها، يكون جزءا منها داخلها. إذن سنتكلم الآن على ماذا؟ على ماذا سنتكلم الآن؟ على أركان الصلاة. نعم، أركان الصلاة، كم أركان الصلاة؟ كم عدد أركان الصلاة؟ نقول أركان الصلاة كما قلت لكم لأركان ما لا تصح الصلاة إلا بها، وتكون داخل الصلاة، أثناء الصلاة، أجزاء من الصلاة. نعم، كم عددها؟ أركان الصلاة عددها 13، أركان الصلاة 13، 13 ركنا، تمام. بعضها أركان قولية، بعضها فعلية، ركن قلبي، ركن معنوي. إذن نبدأ بالقلبي، أركان قولية، أركان فعلية، ركن معنوي. ما معنى معنوي؟ ما معنى معنوي؟ ليس محسوسا، تمام؟ نرتبها كالتالي: ما هو الركن القلبي؟ ركن قلبي بالقلب، النية، أحسنتم، واحد، النية، النية ركن قلبي، ممتاز. الأركان القولية، واحد تكبيرة الإحرام، هنا واحد هنا اثنين، نكتب هكذا، أحسن. تكبيرة الإحرام أيضا، ها، الفاتحة، قراءة الفاتحة، صح، أيضا، ها، التشهد الأخير، أيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، في التشهد الأخير، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. آخر شيء التسليمة الأولى، هكذا التسليمة الأولى، هذه ماذا؟ هذه أركان قولية، كم هي؟ خمسة، وهناك واحد، كم صارت؟ ستة، تمام. ما هي الأركان الفعلية؟ القيام، صح، أيضا الركوع، أيضا قبل السجود الاعتدال، السجود، الجلوس للتشهد الأخير، صح،
قبل ذلك الجلوس بين السجدتين، الجلوس للتشهد الأخير. ما هو الركن المعنوي؟ الترتيب. هذا لم يذكره المؤلف، المؤلف لم يذكر هذا، هذا مهم. الترتيب، لا بد أن ترتب الأركان، تمام؟ واضح بارك الله فيكم. كم هذه الآن؟ نعدها معا، النية، تكبيرة الإحرام، الفاتحة، التشهد الأخير، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، التسليمة الأولى، القيام، الركوع، الاعتدال، السجود، الجلوس بين السجدتين، الجلوس للتشهد الأخير، الترتيب. كم؟ 13. قال لكم صاحب الزبد أركانها 13 نية، 13 أركانها 13 نية في الفرض قصد الفعل والفرضية. إذن كم أركان الصلاة؟ 13 ركنا. كيف تقسمها؟ ركن قلبي وهو النية، ركن أو أركان قولية وهي كم؟ كم الأركان القولية؟ 5. ركن قلبي وهو 1. أركان قولية وهي 5. أركان فعلية وهي 6. ركن معنوي وهو 1. واضح؟ طيب، الآن سندرس كل ركن وحده. ندرس النية، ثم ندرس تكبيرة الإحرام، ثم ندرس الفاتحة، ثم ندرس التشهد الأخير، ثم ندرس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ندرس التسليمة الأولى، ثم ندرس القيام، ثم الركوع، ثم الاعتدال، ثم السجود، ثم الجلوس بين السجدتين، ثم الجلوس للتشهد الأخير، ثم ترتيب. ندرسها جميعا واحدا واحدا. الركن الأول من أركان الصلاة النية. عندما تصلي ماذا تنوي؟ عندما تصلي ماذا تنوي؟ نقول درسنا أمس أن الصلاة تنقسم إلى صلاة فرض وإلى صلاة نفل مقيد وإلى صلاة نفل مطلق، صح؟ عندما تصلي صلاة الفرض ماذا تنوي؟ ماذا تقصد؟ عندما تصلي صلاة الفرض تقصد 3 أشياء: تقصد فعل الصلاة، فعل الصلاة، أنك تصلي. ماذا تفعل؟ أنك تصلي، فعل الصلاة، 1. والثاني تقصد تعيينها، تعيين، هذا لا يكتب جيدا، ما أدري. الثاني تعيين الصلاة. ما معنى تعيين الصلاة؟ تعيين الصلاة ما معنى تعيين الصلاة؟ تعيين الصلاة معناه هل هي صلاة ظهر أو هي صلاة عصر أو مغرب أو عشاء أو فجر. يجب أن تعينها، يجب أن تقصد فعل الصلاة ويجب أن تعينها، واضح؟ يجب، هذا يجب، بمعنى أنك إذا لم تعينها صلاتك باطلة، واضح؟ إذن فعل الصلاة، تعيين الصلاة، الثالث الفرضية، أن تنوي أن هذه الصلاة صلاة فرض، أن تنوي أن هذه الصلاة صلاة فرض. إذن كم هذه أشياء؟ 3 أشياء.
إذا أنا سأصلي الظهر أقصد الصلاة فعل الصلاة وأنها ظهر وأنها فرض، ثلاثة أشياء. أقصد فعل الصلاة أنها ظهر أنها فرض، تمام. هذا وجوبا، هذا وجوب. طبعا محل النية القلب، يستحب التلفظ بها من أجل أن يساعد اللسان القلب. قال بعض العلماء لا يستحب التلفظ بها، قال فقهاء الشافعية وفقهاء الحنابلة يستحب التلفظ بها. هذه مسألة فرعية، المهم أن تعرف كيف تنوي، لأن البعض يشغل نفسه هل التلفظ بدعة أو غير بدعة، وهو أصلا لا يعرف ما هي النية الواجبة، يترك الواجب ويذهب يختلف من أجل المستحبات. واضح؟ ما هي النية الواجبة؟ النية الواجبة أن تقصد فعل الصلاة وتعيينها فرضيتها، فهمنا؟ طيب، النفل المقيد مثل ماذا؟ النفل المقيد مثل نفل مقيد مثل ماذا؟ صلاة العيدين، صح، صلاة الخسوف والكسوف، صلاة الاستسقاء، صلاة التراويح، الرواتب القبلية والبعدية، راتبة الفجر، راتبة الظهر، راتبة العصر، المغرب، العشاء، الوتر، الضحى، هذه نوافل ماذا؟ نوافل مقيدة. عندما أصلي ماذا أنوي؟ تنوي شيئين، واحد فعل الصلاة، اثنين تعيينها، تعيينها. واضح؟ بمعنى آخر، أنا دخلت المسجد والآن وقت الضحى فكبرت الله أكبر، وعندما بدأت في الصلاة بعد التكبير تذكرت أن الوقت ضحى، فقلت إذن أجعل هاتين الركعتين صلاة ضحى، يصح أو لا يصح؟ ها؟ يصح أو لا يصح؟ يصح، لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأن هذا التعيين يجب أن يكون عند تكبيرة الإحرام، يجب أن يكون هذا التعيين متى؟ يعني عندما تكبر تكبيرة الإحرام تنوي أنها ضحى، تنوي أنك تصلي الضحى. إذن متى تنوي وتعين؟ عند تكبيرة الإحرام، ليس بعد ذلك ولا قبل ذلك، لأن النية ما تعرفها، ما تعرف النية، قصد الشيء متى؟ مقترنا بفعله، لا قبله ولا بعده، مقترنا بفعله. إذن أنا أقول الله أكبر ثم بعد التكبير أنوي أنها الضحى، يصح أو لا يصح؟ لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأنه يجب أن يكون قصد الفعل والتعيين عند تكبيرة الإحرام، لا قبل ولا بعد، فهمنا؟ إذن إذا صليت نفلا مقيدا ماذا يجب أن تنوي؟ تنوي فعل الصلاة والتعيين. هل يجب أن تنوي أن هذه الصلاة صلاة نفل؟ لا يجب. هل يجب أن تنوي أن هذه الصلاة صلاة الضحى مثلا أو صلاة العيدين، هل يجب أن تنوي أنها صلاة نفل؟ لا، لا يجب. فقط تقصد فعل الصلاة، تقصد مثلا سيأتي عيد الأضحى بعد ثلاثة أيام، سيأتي عيد الأضحى، تصلي صلاة العيد، تنوي فعل صلاة عيد الأضحى، تمام، تنوي فعل صلاة عيد الأضحى، لا بد من هذا، هذا واجب أن تقصد فعل الصلاة وتعينها. إذا كنت تصلي نفلا مطلقا، ما معنى النفل المطلق؟ سألتك في الصباح، ما معنى النفل المطلق؟
سألتك في الصباح أليس كذلك؟ بلى. ما معنى النفي المطلق؟ ما ليس لا بأس بوقت أحسنت. ليس مقيد، ممتاز، ليس مقيدا بوقت ولا سبب، هذا النفل المطلق. عندما أصلي نفلا مطلقا ماذا يجب علي أن أنوي؟ يجب علي أن أنوي شيئا واحدا فقط، فعل الصلاة. انظر في صلاة الفرض كم أشياء؟ ثلاثة. في النفل المقيد كم؟ اثنان. في النفل المطلق كم؟ واحد. فهمنا هذا؟ هذا لابد أن يحفظ، هذه النية الواجبة، هذا ما يجب عليك أن تنويه في الصلاة. تمام؟ إن شاء الله. إذن درسنا الركن الأول من أركان الصلاة. ما هو الركن الأول من أركان الصلاة؟ النية. طيب إذا كانت الصلاة صلاة فرض ماذا تنوي؟ تنوي فعل الصلاة والفرضية والتعيين، صح؟ وإذا كانت الصلاة صلاة نفل ماذا تنوي؟ تنوي فعل الصلاة والتعيين. وإذا كانت الصلاة صلاة نفل مطلق ماذا تنوي؟ تنوي فعل الصلاة فقط. واضح؟ جيد، ممتاز. قال لكم في الكتاب أركان الصلاة: واحد، النية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، ويشترط مقارنتها لأي جزء من أجزاء تكبيرة الإحرام. يعني تكون النية متى؟ مع تكبيرة الإحرام. ولذلك قلت لك لو نويت قبل ذلك أو نويت بعد ذلك فإن صلاتك لا تصح. وأعطيك مسألة: أذن الظهر وأنا في البيت، فقمت ناويا أنني أذهب إلى المسجد لأصلي صلاة الظهر، توضأت ولبست ثيابي وخرجت، خرجت إلى المسجد، فجئت مباشرة الله أكبر، دخلت في الصلاة، وعندما كبرت لم أستحضر فعل الصلاة ولا تعيينها ولا فرضيتها، ما حكم هذه الصلاة؟ لا تصح. لماذا؟ لأن الواجب أنك عندما تقول الله أكبر هذه الأشياء الثلاثة تكون فين؟ تكون أكال 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 أكال، هكذا أكال في عقلك تكون، واضح؟ in your mind تكون في عقلك تستحضر هذه الأشياء الثلاثة. تمام؟ ولأجل هذا لما كان هذا صعبا قال لك الفقهاء انتبه، ولما كان هذا صعبا قال لك الفقهاء يستحب التلفظ حتى تستحضر لأن هذا فيه صعوبة. تمام؟ قالوا يستحب لك التلفظ من أجل ماذا؟ من أجل أن يساعد اللسان القلب. إذا كنت لا تريد أن تتلفظ ليس مشكلة، المهم أنك تستحضر هذه الأشياء الثلاثة في صلاة الفرض. طيب، قال: ويشترط مقارنتها لأي جزء من أجزاء تكبيرة الإحرام. الثاني بحسب ترتيب الكتاب القيام. أوه، هناك القيام، نتكلم على القيام. القيام ركن من أركان الصلاة، لكنه ركن في صلاة الفرض. ركن في ماذا؟ في صلاة الفرض. ما معنى في صلاة الفرض؟ مثل ماذا صلاة الفرض؟ مثل ماذا صلاة الفرض؟ صلاة الظهر
صلاة العصر، المغرب، العشاء، الفجر. أحسنت، هذه صلوات فرض. هل القيام واجب في صلاة الجنازة أم لا؟ صلاة الجنازة فرض أو ليست فرضا؟ فرض، إذن واجب. فالقيام واجب في صلاة الجنازة، لماذا؟ لأنها فرض. واحد، لو أنني قلت نذرت لله أن أصلي ركعتين، ما حكم صلاة الركعتين؟ واجب، لأنه نذر، نذرت لله أن أصلي ركعتين واجبة، هل يجوز لي أن أصليها جالسا؟ أو لأنها فرض نذر يجب أن أقوم؟ يجب أن أقوم. إذن نقول القيام ركن في صلاة الفرض، سواء الفرض من الصلوات الخمس أو صلاة جنازة أو صلاة نذر، يجب أن تقوم. فالقيام ركن في صلاة الفرض، لكن لمن؟ للقادر، القادر على القيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. واضح؟ إذن يجب على الإنسان أن يصلي الفرض قائما إذا كان يقدر. النفل، هل يجوز أن يصلي قاعدا؟ في النفل هل يجوز أن تصلي النافلة قاعدا أو لا يجوز؟ يجوز، حتى وإن كنت قادرا على القيام يمكن أن تصلي الضحى وأنت جالس، يمكن أن تصلي سنة الظهر القبلية والبعدية وأنت جالس، يمكن أن تصلي صلاة العيد وأنت جالس، حتى وإن كنت قادرا على القيام يمكن، لأن هذه ليست فرائض، هذه نوافل. القيام واجب في الفرض. إذن نقول القيام واجب في الفرض لمن؟ للقادر، العاجز عن القيام الذي لا يستطيع أن يقوم كيف يصلي؟ الذي لا يستطيع أن يقوم كيف يصلي؟ لا يستطيع أن يقف في الصلاة كيف يصلي؟ كيف يصلي؟ جالسا. لا يستطيع أن يجلس كيف يصلي؟ يصلي مضطجعا على جنبه، إما الأيمن أو الأيسر. واضح؟ طيب إذا صلى جالسا إذا صلى جالسا كيف يجلس؟ هل يجلس هكذا؟ يجلس هكذا؟ ها؟ يمكن؟ يمكن. أو يجلس هكذا؟ كما يجلس في الصلاة؟ هذا أفضل، هذا أفضل. ماذا يسمى هذا الجلوس؟ ها؟ افتراش، يسمى افتراش. وهذا الجلوس ماذا يسمى؟ هذا ماذا يسمى؟ ها؟ يسمى تربع، تربع، تربع. تمام. طيب لو جلس هكذا، جلس هكذا في كرسي، جلس هكذا يمكن؟ كيفما جلس يجوز، أي طريقة، على أي طريقة يجلس فيها يجوز، لكن الأفضل الافتراش. عرفتم كيف الافتراش؟ كما تجلسون في التشهد الأوسط، تنصب اليمنى وتفرش اليسرى. واضح بارك الله فيكم. إذن نقول إذا عجز عن القيام صلى كيف؟ جالسا على أي كيفية،
على أي كيفية يجلس، كيف ما شاء يجلس، لكن ما هو الأفضل؟ والأفضل الافتراش. تمام؟ جيد. هذا الركن الثاني من أركان الصلاة. قال لكم هنا القيام في الفرائض للقادر عليه، لقوله تعالى وقوموا لله قانتين، وقوله صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. كيف على جنب؟ كيف يصلي على جنب؟ مضطجع في الأرض على جنب. إما مثلا تعرفون كيف يوضع الميت في القبر؟ كيف يوضع الميت في القبر؟ هكذا، رأسه هناك صح، ورجلاه هنا على جنبه الأيمن، مثل تلك الحالة، مثل تلك الحالة يكون وجهه إلى القبلة وكذلك صدره إلى القبلة. هذا إذا كان على الجنب الأيمن وهو الأفضل، ويمكن أنه يضطجع على الجنب الأيسر هكذا، الرجل هنا والجنب هنا، الوجه والصدر إلى القبلة. واضح؟ واضح ولا أقرب؟ واضح، لا يحتاج ها؟ إن شاء الله. طيب، قال فإن لم تستطع فعلى جنب. فإن لم تستطع فمستلقيا، ما معنى مستلقيا؟ الآن هذا على جنب، ما معنى مستلقيا؟ هذا يحتاج أقرب هنا، لابد أقرب هكذا، انظر أوه. هكذا، لا ليس هكذا، كيف؟ هكذا قليلا. واضح؟ بحيث أن الصدر والوجه يكون إلى القبلة. واضح؟ يكون السرير هكذا ثم هكذا قليلا حتى يكون صدرك ووجهك إلى القبلة. واضح؟ كثير من المرضى في المستشفيات لا يعرفون هذا، فعندما مثلا يصلي مستلقيا يصلي هكذا مباشرة، صدره ووجهه إلى السماء، لا تصح الصلاة. واضح؟ لا بد أنه يستقبل القبلة بصدره، بمعنى أن السرير يكون بهذا الشكل هكذا ثم هكذا. تمام؟ إن شاء الله. قال فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الثالث تكبيرة الإحرام. تمام؟ تكبيرة الإحرام. لماذا سميت تكبيرة الإحرام تكبيرة الإحرام؟ تكبيرة الإحرام، الإحرام، لماذا سميناها تكبيرة الإحرام؟ ها؟ لماذا سميناها؟ لأنها أحسنت، لأنك إذا قلت الله أكبر يحرم الكلام، يحرم الأكل، يحرم الشرب، يحرم الحركة الكثيرة، أنت في صلاة. إذن هذه الأشياء متى تكون حراما؟ متى تكون حراما؟ إذا قلت الله أكبر. إذن عندما تكبر تحرم هذه الأشياء، سميت تكبيرة الإحرام. فهمنا؟ واضح؟ لماذا سميت تكبيرة الإحرام؟ لأن هذه الأشياء مثل الأكل والشرب والحركة والكلام تحرم إذا قلت الله أكبر. طيب، كيف تقول تكبيرة الإحرام؟ تكبيرة الإحرام كلمتان هنا، الله أكبر، الله أكبر. هل يمكن أن أقول بدل لفظ الجلالة الله ممكن أقول الرحمن أكبر؟ لا يصح. العظيم أكبر؟ لا يصح. الرحيم أكبر؟ لا يصح. لابد
الله أكبر، لا بد من هذا، ولا بد أن ترفع صوتك بحيث تسمع نفسك، ليس هكذا، هذا ليست صلاة، هذا لا يتحرك ولا يخرج صوت يسمع، ليست صلاة، ما ينفع هذا، لابد أن تتلفظ بحيث تسمع نفسك الله أكبر، واضح؟ لابد من لفظ تسمعه. إذن نكتب هنا تكبيرة الإحرام شرطها لفظ يسمعه، تمام؟ ولا بد، انتبه انتبه انتبه، لا بد أن تكون تكبيرة الإحرام وأنت قائم في القيام، تكبر هكذا الله أكبر وأنت قائم. بعضهم عندما يكون الإمام راكعا يأتي مستعجل، يريد أن يدرك الركعة، واضح؟ يأتي مباشرة هكذا والإمام راكع، الله أكبر، هذا لا يصح، صلاة باطلة، لأنه متى كبر؟ كبر هنا، لا تصح. أولا يقف الله أكبر، تمام، ثم يركع. الأفضل أنه الله أكبر تكبيرة الإحرام ثم الله أكبر تكبيرة الركوع، الأفضل تكبيرتين. لكن لو كبر للإحرام فقط وقف الله أكبر ثم ركع، ما في مشكلة، لأن تكبيرة الانتقال مستحبة وليست واجبة، لكن لابد أن تكبيرة الإحرام يفعلها وهو إيش؟ وهو قائم، نعم، ليس هكذا، الله أكبر، باطلة. فهمنا؟ بارك الله فيكم. وهذا يقع فيه كثير من المصلين، يأتي مستعجلا مباشرة يريد أن يدرك الركعة، يركع وهو يكبر، غير صحيح، تمام؟ إذن لابد من لفظ يسمعه، ولابد من إيش؟ ها؟ لابد أن يكبرها قائما، لابد أن يكبرها قائما. انتبه، لابد أن تكون تكبيرة الإحرام بعد دخول الوقت. درسنا الأوقات هنا، متى يكبر؟ لابد أن يكبر تكبيرة الإحرام بعد دخول الوقت، لأنه لو كبر قبل دخول الوقت لا تصح الصلاة، لأن دخول الوقت من شروط الصلاة، لابد أن يكبر بعد دخول الوقت، ولا بد أن يكبر بعد استقبال القبلة، وإذا كان مأموما لابد أن يكبر بعد تكبير الإمام. أما لو كبر قبل الإمام أو مع الإمام صلاته باطلة، فهمنا؟ لو كبر مع الإمام، الإمام يقول الله الله أكبر، لا صلاة لا تصح، الإمام يقول الله أكبر ينطق بالراء أنت تبدأ الله أكبر، لكن لو كبرت قبله ما تنعقد الصلاة أصلا، أو كبرت معه لا تصح، فهمنا؟ هذه أهم الشروط المتعلقة بتكبيرة الإحرام. يمكن تقول أن تكون بلفظ يسمعه واحد، وأن تكون في حالة القيام اثنين، وأن تكون بعد دخول الوقت، وأن تكون بعد استقبال القبلة، وأن تكون بعد تكبير الإمام. كم هذه؟ خمسة. توجد شروط أخرى لكن هذه من أهمها، أكتبها لكم. كم هذه؟ اثنان، الشرط الثالث، الرابع، الخامس. ماذا قلنا الثالث؟ أن يكبر بعد دخول الوقت، أن يكبر بعد استقبال القبلة، أحسنتم، أن يكبر بعد
تكبيرة الإمام. ممتاز، واضح؟ ننظر ماذا قال. قال الثلاثة تكبيرة الإحرام، انظر، تكبيرة الإحرام بصوت إيش؟ يسمعه. أما سايلنت، ما معنى سايلنت؟ سايلنت صامت، باللغة الإنجليزية سايلنت يعني صامت، تمام، لا يتكلم هكذا، ما في صلاة، واضح؟ ما في صلاة. أيوه، تكبيرة الإحرام بصوت يسمعه لقوله تعالى وربك فكبر، وقوله صلى الله عليه وسلم الصلاة مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. مفتاح الصلاة الطهور، تحريمها، ما معنى تحريمها؟ ما معنى التحريم؟ تكبيرة الإحرام يعني أن الأشياء تحرم إذا كبرت، الكلام، الأكل، الشرب وغيرها تحرم إذا كبرت. الركن الرابع قراءة الفاتحة. قراءة الفاتحة، أين قراءة الفاتحة؟ في الأركان القولية. متى يكون أو متى تكون قراءة الفاتحة ركنا؟ في أي صلاة؟ في أي صلاة تكون قراءة الفاتحة ركنا؟ أه؟ في صلاة الفرض وصلاة النفل، واجبة أو غير واجبة؟ واجبة أيضا، حتى في النفل. طيب إذا كنت إماما واجبة أو غير واجبة؟ إذا كنت منفردا واجبة، إذا كنت مأموما واجبة، واجبة، تمام. وإذا كانت الصلاة سرية مثل الظهر واجبة أو غير واجبة؟ وإذا كانت الصلاة جهرية مثل المغرب والعشاء في الأولى والثانية واجبة، يعني في كل الصلوات واجبة. لو كانت الصلاة فرض عين واجبة، لو كانت الصلاة فرض كفاية كالجنازة واجبة، لو كانت الصلاة نافلة واجبة، في كل الصلوات، سواء كنت إماما أو مأموما أو منفردا، سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، كل صلاة يجب فيها قراءة الفاتحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة، أي لا تصح، لمن لم يقرأ بأم القرآن، لمن لم يقرأ بأم القرآن. إذن نقول قراءة الفاتحة واجب على المأموم، أو نقول باختصار على كل مصلي، على كل مصلي باختصار نقول قراءتها واجبة على كل مصلي. طيب انتبه معي، قراءة الفاتحة واجبة على كل مصلي، ويجب في قراءة الفاتحة واحد أن تكون بلفظ يعني بصوت يسمعه، مثل ماذا؟ مثل تكبيرة الإحرام، لابد أن تكون قراءتها بصوت يسمع، أنت تسمعه، إذا لم يكن هنالك إزعاج تسمع الصوت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أما هذا لا تصح، واضح؟ اثنين، ولا بد أن يقرأها حالة القيام، عندما يكون قائما يقرأ، إلا إذا كان عاجزا عن القيام صلى جالسا يقرأ في حال الجلوس، لكن وهو قادر يقرأ في حال القيام. ما معنى هذا؟ بعض الناس مثلا يقرأ الفاتحة وهو في منتصف الفاتحة، انتبه، يقرأ المأموم الفاتحة وهو في منتصف الفاتحة، الإمام ركع، صاحبنا ماذا يفعل؟ مثلا يقرأ صراط الذين أنعمت عليهم غير، الإمام ركع،
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقرأ الباقي متى؟ هنا. تمام، واضح؟ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. باطلة. لماذا؟ لأنه قرأ جزءا من الفاتحة في غير القيام، قرأ جزءا من الفاتحة في غير القيام. لابد أنك تقرأ الفاتحة كاملة وأنت قائم، ولابد أنك تقرأ الفاتحة مرتبة الترتيب. تبدأ بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، هكذا من آية رقم 1 إلى آية رقم 7. لو قرأتها من آخر آية إلى أول آية لا تصح، واضح؟ ولا بد من الموالاة بين كلماتها، يعني لا تفصل. يعني مثلا يقرأ الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، يسكت، الرحمن الرحيم، الصلاة باطلة، قراءة الفاتحة باطلة، وإذا لم يعد الفاتحة الصلاة باطلة. لا بد من الموالاة بين كلماتها وآياتها. تمام، ما معنى الموالاة؟ ما مباشرة، يعني المتابعة، المتابعة مرت معنا أكثر من مرة. طيب، أيضا نقول هنا أربعة، الموالاة بين قوسين، إيش؟ المتابعة بين كلماتها، واضح ولا واضح؟ أيوة. ولا بد أنه يقرأ الفاتحة بجميع حروفها، بكل الحروف، وتشديداتها. تعرفون الشدة؟ هذه، تمام، والبسملة. لابد يقرأ البسملة. شوف، الآن نتكلم على قراءة البسملة، لا أتكلم على الجهر بالبسملة. الجهر بالبسملة هذا مستحب، عند الشافعية مستحب، عندكم مستحب؟ تجهرون بالبسملة؟ ليس مستحب عندكم، عندنا مستحب. عند الشافعية الجهر بالبسملة مستحب. تمام، أيوة. طيب، بارك الله فيكم، أنا لا أتكلم على الجهر وعدم الجهر، هذا في السنن سنذكره. الآن أتكلم على القراءة، الذي يصلي بدون قراءة البسملة صلاته باطلة. بعضهم يقوم من السجود مباشرة، الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، أين البسملة؟ ما في بسملة، لا تصح الصلاة، واضح؟ بعضهم يعني 100% لم يقرأ البسملة، لأنه مباشرة قال الله أكبر الحمد لله رب العالمين، أين البسملة؟ إذا لم يقرأ البسملة صلاته باطلة، يجب قراءة البسملة، ويجب أن يقرأ الفاتحة بجميع حروفها. كم حروف الفاتحة؟ 155 حرف، كلها يقرأها، 155 حرف. إذا قرأ مالكي يوم الدين، لأن مالكي ومالكي فيها قراءتان سبعيتان، مالكي يوم الدين، مالكي يوم الدين. إذا قلت مالكي يوم الدين 155 حرف، إذا قرأت مالكي يوم الدين يزيد حرفا 156 حرف. ويجب أن تقرأ جميع التجديدات في الفاتحة، وسندرسها عندما ندرس إن شاء الله كتاب نيل الرجاء بعد هذا، إن شاء الله ندرسها بالتفصيل. فهمنا؟ بارك الله فيكم. 3 4 5
أيضا من شروط الفاتحة، وهذا شرط مهم أكتبه لكم هنا رقم 6، عدم اللحن الذي يغير المعنى. هذا مهم، هذا مهم جدا، هذا أكثر شرط يقع فيه الخطأ الخلل، لأن بعضهم لا يحسن قراءة الفاتحة، بدل ما ينطق حرف ينطق حرف ثاني، مثلا غير المغضوب يقرأ المقضوب، غين تصير ماذا؟ قاف. بعضهم يقرأ المغضوب، الضاد تصير ضاء. بعضهم يقرأ صراط الذين أنعمت، أنعمت من الذي أنعم؟ أنعمت من؟ من الذي أنعم؟ الله. هو يقرأ صراط الذين أنعمت، هنا لا تصح الصلاة. إذا أبدل حرفا بحرف أو غير الحركة فتغير المعنى، الصلاة لا تصح. لكن إذا كان المعنى لا يتغير لا مشكلة. فهمنا؟ هذا مهم جدا في قراءة الفاتحة، ويجب على كل مسلم أنه يصحح قراءة الفاتحة حتى تصح صلاته. تمام، يجب هذا، تصحيح الفاتحة هذا واجب. تمام، بارك الله فيكم. إذن انظر ماذا قال لكم هنا في الكتاب، قال قراءة الفاتحة والبسملة آية منها، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قرأتم الحمد فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، إنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني، وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها. كم درسنا أركان؟ كم درسنا؟ ها؟ كم درسنا الآن؟ 4. كم باقي؟ 9. الركوع خلاص، الباقي هذا سهل، هذا أهم الكلام قد مضى، الباقي سهل. الركوع، قال لك الفقهاء الركوع ركن من أركان الصلاة، والواجب في الركوع، انتبه، الواجب في الركوع أن تنحني، هذا انحناء، بحيث تستطيع أن تلمس براحتيك ركبتيك. يعني لو فعلت هكذا الآن أستطيع، أستطيع أن ألمس، إذن هذا الواجب، هذا الواجب فقط. لو فعلت هكذا الركوع صحيح، حتى لو لم ألمس، حتى لو فعلت هكذا فقط الركوع الآن صحيح، لأنني إذا أردت أن ألمس أستطيع. ولذلك لو جاءنا شخص كبير في السن، تمام، فقال أنا لا أستطيع أن أركع هكذا مثلكم، أنا فقط أفعل هكذا، نقول إذا تفعل هكذا ما دام أنك تلمس ركبتيك براحتك يكفي هذا. لكن لو فعل هكذا هذا لا يصح، لأنه لا يستطيع أن يصل إلى ركبتيه. لو فعل هكذا لا يصح، لأنه لم ينحني، لا بد أن ينحني. واضح بارك الله فيكم. إذن الركوع الواجب، ما هو الركوع الواجب؟ ما هو الركوع الواجب؟ ما هو الركوع الواجب؟ أين الركوع هنا؟ أن ينحني بحيث يستطيع أخذ ركبتيه بإيش؟ براحتيه. ما معنى الراحة؟ ما هي الراحة؟ ما هي الراحة؟ الراحة ما هي الراحة؟ هذه ركبة، أين الراحة؟ هذه،
تمام، هذه الراحة، واضح؟ طيب، قال لكم هنا الركوع والطمأنينة فيه لقوله صلى الله عليه وسلم اركع حتى تطمئن راكعا. السادس الاعتدال، ومعنى الاعتدال أن يعود إلى الحالة التي كان عليها قبل الركوع، تمام، تعود، كنت قائما ركعت، تعود إلى القيام، هذا يسمى اعتدال، واضح بارك الله فيكم. مرة أخرى في الركوع قلنا ما الواجب في الركوع؟ الواجب أن تنحني بحيث تلامس ركبتيك براحتك إذا أردت. طيب، كونك تنحني هكذا وتباعد يديك عن جنبيك هكذا وتسوي ظهرك هكذا وتجعل رأسك لا منكسا ولا مصوبا هكذا معتدلا، ما حكم هذا؟ هذا مستحب، ما زاد على هذا مستحب ليس واجبا، واضح؟ هذا مستحب. قال السابع السجود، السابع من أركان الصلاة السجود، في كل ركعة سجدتان. ما الواجب في السجود؟ الواجب في السجود أنك تسجد على الأعضاء السبعة، الواجب في السجود أن تسجد على الأعضاء السبعة. ما هي الأعضاء السبعة؟ الجبهة، الكفين، الركبتين، القدمين، تسجد على هذه الأعضاء السبعة. لو سجد وفي أثناء السجود رفع رجليه، سجد ورفع رجليه من أول السجود إلى آخر السجود، يصح السجود؟ لا يصح، واضح؟ سجد، يمكن هنا هكذا، لا يصح. لماذا لا يصح؟ رفع رجليه، كذلك لو رفع يده لا يصح، لأنه لم يسجد على الأعضاء السبعة، واضح؟ إذن لا بد أن يسجد على الأعضاء السبعة، واحد، ولا بد أن تكون لابد أن تكون الجبهة إيش؟ مكشوفة، لابد أن تكون الجبهة هذه مكشوفة، فلو سجد على شيء متصل تمام؟ لا تصح، فعل هكذا هكذا لا تصح، واضح بارك الله فيكم. لا بد أن يسجد على هذه تكون مكشوفة. قال لكم صاحب الزبد والسابع السجود مرتين مع شيء من الجبهة مكشوفا يضع، تمام. إذن نقول لا بد أن تسجد على الأعضاء السبعة، واحد، اثنين، وأن تكشف الجبهة، حتى ولو كشفت جزءا منها يكفي، حتى جزء من الجبهة يكفي، لكن لو سترت الجبهة بشيء متصل بك، بشيء متصل بك مثل العمامة، تمام، لا يصح. لكن لو كان مثل هذا، سجدت فوق هذا أو سجدت فوق هذا، هذا يصح، لأن هذا غير متصل بك، واضح؟ لو سجدت في سجادة أو في مثل هذا يصح، لأن هذا غير متصل بك، أما لو كان متصلا بك مثل العمامة لا يصح، فهمنا؟ هذا الشعر كذلك لا يصح،
إذا نزل الشعر على الجبهة بحيث أنه غطى جميع الجبهة لا يصح. واضح؟ أيوة. وعندما تسجد لابد أن تتحامل برأسك. ما معنى تتحامل برأسك؟ يعني يكون رأسك مطروحا على الأرض. أحيانا بعضهم عندما يسجد مثلا يكون هنا تراب في الأرض، يمكن أحيانا يكون هنا تراب مثلا، تمام؟ فبعضهم عندما يسجد هكذا لا يريد أن التراب يأتي في الجبهة هكذا خفيف، لا يصح. لماذا لا يصح؟ لماذا لا يصح؟ لأنه لم يتحامل بجبهتي على الأرض. لابد أن تضع الجبهة هكذا، تضع بحيث أنك لو كانت يدك في الأسفل تشعر. واضح؟ واضح أو لا؟ أيوة. إذن نقول هذا ماذا يسمى؟ هذا يسمى التحامل. يسمى ماذا؟ تحامل. تحامل، تحامل برأسه. إذن نقول لابد من التحامل برأسه، لابد من التحامل برأسه، عرفنا؟ ولا بد عندما تسجد أن تكون مؤخرة المصلي في الأعلى ورأسه في الأسفل. هذا في الأعلى، هذا في الأسفل، لابد هذا. لو سجد هكذا مثلا لا يصح. كيف لا يصح؟ أقول لك كيف. انظر هنا، انظر هنا. لو قلت مثلا أصلي على المنبر، فعندما أسجد أسجد هنا هكذا، واضح؟ هذا لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأن رأسي والمؤخرة سواء، صح؟ انظر، لا يصح. إذن لابد عندما تسجد أن يكون الرأس في الأسفل والمؤخرة في الأعلى. كم هذه شروط؟ كم شروط هناك؟ 4، يكفي هذا. قال لكم السجود مرتين في كل ركعة مع الطمأنينة، لقوله صلى الله عليه وسلم حتى تطمئن ساجدا، والجلوس بين السجدتين. تمام؟ واضح الجلوس بين السجدتين. والجلوس للتشهد الأخير، والتشهد فيه، انظر، الجلوس للتشهد الأخير أين هو؟ هنا. تمام؟ والتشهد فيه هذا، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه هذا. إذن هنا في هذا في رقم 9 في الحقيقة هو ليس ركن واحد، هو قال 9، هذه 3 أركان. هذه، انتبه معي، انتبه بارك الله فيك، هذه 3 أركان. الجلوس للتشهد الأخير 1، التشهد فيه 2، الصلاة على النبي في التشهد الأخير 3، هذه 3 أركان. واضح؟ اكتب هذا حتى لا تخطئ. لا يقول واحد هذا 9 1 وهذا 10، لا، هذه 3، وهنا خطأ في الترقيم، هذه 3 أركان. واضح؟ واضح؟ واضح. أيوه تمام. قال لكم التشهد الأخير، ما هو التشهد؟ ماذا تقول في التشهد الأخير؟ ها؟ ماذا تقول في التشهد الأخير؟
لا تقرؤون التشهد؟ يا الله، تصلون أو لا تصلون؟ ها؟ لا تصلون؟ تصلين؟ انتبه. التحيات أين الأحمر؟ التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، تمام؟ انتبه انتبه. السلام، عليك أيها النبي، السلام علينا. وعلى عباد الله، وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. هذا التشهد واضح؟ أسألكم سؤال، لماذا هذا بالأسود وهذا بالأحمر؟ ها؟ لماذا؟ لماذا هذا بالأسود وهذا بالأحمر؟ لماذا؟ ها؟ أيه؟ أيوة؟ أحسنت يا أخي، ما اسمك أنت؟ ما اسمك؟ سهاري. ممتاز. سهيلي. سهيلي، ما شاء الله، أحسنت يا سهيلي. الواجب الذي بالأسود هذا واجب، الذي بالأحمر هذا مستحب. يعني الواجب فقط أن تقول، انتبه، الواجب فقط أن تقول التحيات لله، سلام بدون ألف ولام، سلام عليك أيها النبي، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذا الواجب، هذا الواجب. ما معنى الواجب؟ يعني لو أنك تركت منه حرفا، حرفا لا يصح، لو تركت حرفا واحدا فقط لا يصح، هذا واجب. ما زاد على هذا مستحب. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذا مستحب. واضح أو غير واضح؟ واضح. جيد، سأسألك بعد العيد. تمام إن شاء الله.
هذا بالنسبة لماذا؟ بارك الله فيكم، بالنسبة للتشهد. طيب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما الواجب وما المستحب؟ هنا ما هو الواجب؟ الواجب أربع كلمات فقط. الواجب أن تقول اللهم صلي هكذا، صلي هكذا، ليس بالياء، فعل أمر مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة، اللهم صلي على محمد، هذا الواجب فقط، هذا الواجب. أو تقول اللهم صلي على النبي فقط، هذا الواجب. الصلاة الإبراهيمية مستحبة، تمام، واضح بارك الله فيكم. أيوة، إذن نقول أما الصلاة الإبراهيمية ما حكمها؟ أكتبها لكم بالأحمر، أين الأحمر؟ فمستحبة، فهمنا؟ طيب إيش بقي عندنا من الأركان؟ ماذا بقي؟ بقي التسليمة الأولى. التسليمة الأولى مستحبة، التسليمة الأولى مستحبة. التسليمة الثانية، ها؟ ما حكم التسليمة الثانية؟ انتبه معي، التسليمة الأولى واجبة، ركن. أكلتم في الصباح شيء أو لا؟ هل أكلتم شيئا في الصباح أو لم تأكلوا؟ صائمين، صائمين، أحسنتم، ما شاء الله، ممتاز. أنا لا أستطيع أن أصوم وأدرس، أتعب، تمام. أيوة، التسليمة الأولى واجبة، ركن، مكتوب أمامك على السبورة، تمام. التسليمة الأولى ركن، التسليمة الثانية مستحبة. طيب لو قلت أنا سأسلم تسليم واجب، قلت السلام عليكم، يكفي أو لا يكفي؟ يكفي، الصلاة صحيحة، لم ألتفت، الالتفات مستحب. لم أسلم التسليمة الثانية، التسليمة الثانية مستحبة. لم أقل ورحمة الله، قول ورحمة الله مستحب. ما الواجب؟ الواجب السلام عليكم فقط، هذا الواجب. التسليمة الثانية مستحبة، الالتفات مستحب، قول ورحمة الله مستحب، تمام. الواجب فقط أن تقول السلام عليكم، هذا فقط، تسليمة أولى فقط. يستحب أن تقول ورحمة الله، ما في مشكلة، لكن لا يستحب أن تقول وبركاته، لأنها شاذة، زيادة وبركاته شاذة في علم الحديث، شاذ. ما معنى الشاذ في علم الحديث؟ ما معنى الشاذ؟ درستم مصطلح ولا؟ ماذا تدرسون؟ ماذا تدرسون؟ ما هي المواد التي تدرسونها؟ ماذا تدرسون؟ ماذا تدرسون؟ في يوم السبت ماذا تدرسون؟ مصطلح يوم الأحد؟ ماذا؟ الآن بعد الظهر، يعني الساعة 11 تدرسون مصطلح، ممتاز، طيب جيد. يوم السبت ماذا تدرسون؟ ماذا؟ ها؟ أصول التفسير. يوم الأحد؟ أيوة، العقيدة، عقيدة كثير. أيوة، والاثنين؟ قطر الندى مهم. ثلاثاء؟ الصرف، صرف، جيد. تجويد، هل تدرسون تجويد؟ تجويد، أحكام النون الساكنة والميم الساكنة وأحكام اللام،
والمدود والوقوف تدرسون أو لا؟ نعم أو لا؟ نعم أو لا؟ تدرسون تجويد أو لا؟ ها؟ الآن في هذا المستوى لا. كيد تدرسون الفرائض أو لا؟ أصول الفقه. كيد طيب، على كل حال دعونا من هذا، خلونا في الدرس الآن. فهمنا أركان الصلاة، بقي آخر ركن لم يذكره في الكتاب وهو الترتيب. فلو قدم ركنا فعليا على ركن فعلي لا تصح الصلاة. لو قدم السجود على الركوع، قرأ الفاتحة ثم سجد ثم ركع، لا تصح الصلاة. لو قدم ركنا فعليا على ركن فعلي لا تصح الصلاة. نكتب هنا، لو قدم ركنا فعليا، ما هو الركن الفعلي؟ ما هي الأركان الفعلية؟ هذه 6. لو قدم واحدا على الآخر، قدم السجود على الركوع، قدم السجود أو قدم الجلوس بين السجدتين على الركوع لا يصح، لا تصح الصلاة. لا بد من الترتيب. لو قدم ركنا فعليا على آخر بطلت صلاته. وكذلك لو قدم ركنا قوليا على السلام تبطل صلاته. لكن هذا نترك شرحه لكتاب نيل الرجاء إن شاء الله بعد هذا الكتاب. واضح بارك الله فيكم أركان الصلاة. طيب نكمل القراءة من هنا ثم أترككم لتكتبوا. تمام، تشتوا واجب أو لا؟ واجب. تريد واجب؟ ها؟ تريد واجب أو لا تريد؟ ها؟ لا تريد. لماذا لا تريد؟ واجب جيد هذا الواجب. قال هنا التاسع، الجلوس للتشهد الأخير والتشهد فيه. عرفنا ما هو أقل التشهد وما هو أكثر التشهد، صح؟ هذا أمامكم مكتوب، الذي بالأسود التشهد الواجب، الذي بالأحمر مستحب. نعم. قال لكم بعد ذلك العاشر، التسليمة الأولى. قلت لكم التسليمة الثانية ما حكمها؟ التسليمة الثانية ما حكمها؟ مستحب. الالتفات ما حكمه؟ ورحمة الله وبركاته لا تسن. نعم لا تسن. أيوه أحسنتم بارك الله فيكم. وبقي الترتيب، والترتيب بارك الله فيكم آمين، ليس إن شاء الله، آمين. عندما يقول بارك الله فيكم ماذا تقول أنت؟ ليس إن شاء الله، آمين. تمام أيوة. الترتيب، فلو قدم ركنا فعليا على ركن فعلي لا تصح صلاته. فهمنا؟ نعم. طيب نكون بهذا انتهينا من أركان الصلاة. نقف هنا، هل يوجد سؤال؟ يوجد سؤال في درس اليوم؟ هذا الدرس مهم جدا الذي يتعلق بأركان الصلاة، هذا مهم جدا جدا جدا، انتبه لهذا الدرس، راجعه جيدا. متى تراجع هذا الدرس؟ متى ستراجع الدرس؟ بعد العصر. ممتاز، بعد العصر. عندكم الآن درس في المصطلح الحديث، تصلي الظهر ترتاح، والذي هو ليس صائما يأكل الغداء. تمام. وبعد العصر تذاكر الدرس، لا بد أن تذاكر هذا الدرس. جزاكم الله خيرا. خلاص تذاكرون الدرس ولا أعطيكم واجب كما طلب منكم، قال لا تعطيهم واجب. تمام. طيب نعم، لكن اشرب العصير هذا. هذا من؟ هذا أنت. طيب جزاكم الله خيرا. نعم لا دقيقة فقط أتأكد من شيء. نعم صحيح، تفضل. هكذا سنشرحه في السنن،
هذا من السنن ليس من الواجبات. نعم. يرفع إلى حذاء أذنيه. تمام، إلى حذاء أذنيه. لكن هذا نشرعه في المستحبات، لأن الواجب الله أكبر، رفع اليدين ليس واجب، مستحب. تمام. أيوة. سؤال آخر، سؤال آخر. بعد أن يقول الإمام رضى الضالين آمين، تبدأ تقرأ الفاتحة. تقرأ الفاتحة. سؤال، تفضل. إذا كان فيه جرح يسجد على ما استطاع ولا شيء عليه. نعم. شيء آخر. نعم. الواجب الجبهة، الأنف مستحب. نعم. سؤال، خلاص، تفضل. الإمام راكع، ماذا؟ أنت مسبوق، راكع. أيوة. أنت فقط أدركت الإمام وهو راكع، يسقط عنك قراءة الفاتحة. نعم. مباشرة تكبر وأنت واقف، الله أكبر، ثم تركع ويسقط عنك قراءة الفاتحة. في هذه الحالة لا يجب عليك أن تقرأ الفاتحة إذا أدركت الإمام وهو راكع. عرفت؟ قال لك صاحب الزباد: والحمد لا في ركعة ممن سبق، يعني قراءة الحمد، قراءة الفاتحة واجبة إلا إذا كنت مسبوقا وجيت والإمام راكع. والحمد لا في ركعة ممن سبق ببسم والحروف والشد نطق، لو أبدل الحرفاء بحرف أبطل. وواجب ترتيبها الفاتحة، وواجب ترتيبها ثم الولاء. ما معنى الولاء؟ أين الفاتحة؟ الولاء يعني ما معنى الولاء؟ الرابع، الموالاة. نعم، الموالاة. تمام. قال: والحمد، أي وقراءة سورة الحمد، والحمد لا في ركعة ممن سبق ببسم والحروف والشد نطق. انظر، ببسم أي لابد أن تقرأ الفاتحة مع البسملة. تمام. ولابد أن تقرأ الفاتحة مع التجديدات، ولابد أن تقرأ الفاتحة مع الحروف. والحمد لا في ركعة ممن سبق ببسم والحروف والشد نطق، لو أبدل الحرف بحرف أبطل. تمام. وواجب ترتيبها ثم الولاء، الولاء يعني المتابعة في كلماتها، في قراءة كلماتها وآياتها. نعم. واضح، بارك الله فيكم. نقف هنا، أراكم إن شاء الله على خير بعد عيد الأضحى المبارك. تمام. ولا أستطيع أن أتي معكم إلى الرحلة، وأنا كنت أريد أن أتي معكم لكن لا أستطيع لأني سأكون غير موجود ربما هنا. إن شاء الله في رحلة قادمة سأذهب معكم، لكن بشرط أنكم تذهبون إلى الرحلة وتعودون في نفس اليوم، أو يكون الرحلة فيها مكان يمكن أخذ عائلتي معي. تمام. إما أن يكون فيها مكان أخذ عائلتي معي، أو أن نعود في نفس اليوم. تمام إن شاء الله، لكن ليس في هذا العيد، ربما في المستقبل. In the future. In the future. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.